السلام عليكم. تنشكر هاد الناس اللي مسؤولين على اوراش، وحنا تنستافدوا دابا الحمد لله، والمدينه ناشطه والناس كاع ناشطين الحمد لله، كل شيء بخير. وجات الفكره من عند الناس، راه حنايا مارشين معاهم وداك الشيء عندنا زوين. والجمعيه ديالنا تاع الله عمرها دار السبيلال تا هو، والناس مسؤولين والامور غاديه بخير وعلى خير، والحمد لله احنا في حاله النشاط. حسب ما كنشوفوا حنا كاين الناس اللي هما خارج المدينه ديال اسبي، ناس كيفوجوا، ناس كيمشوا للبحر، ناس كاين فين يمشوا كاين فين يجوا هنا، والامور غاديه بخير وعلى خير. ولكن هادشي ديال هاد التنشيط وكذا هاد العام ناقص شويه، على حساب كانت كورونا. من هاد كورونا يلاه دابا بدينا كنشوفوا المدينه بدات كتنشط وبدات كتكون زوينه، والحمد لله ولله الحمد. شكرا الناس اللي هما واقفين على هاد على هاد على هاد الامور هذه ديال التنشيط، ولا الناس الاخرين كاع جميع الجمعيات اللي كاين اللي خدامين في اوراش كيبانوا لي خدامين، والحمد لله دليل الخير هو هاد الشيء اللي كتشوف فيه. حنا كنخدموا الصباح كنخدموا عشيه، الناس الاخرين حتى هما راه معذبين وكيخدموا، والحمد لله ولله الحمد. السلام عليكم، معكم بشرى بزاز. انا وحده من المستفيدات بالنسبه للاوراش ديال هذه السنه، وكنشكروا السي بلال القماري اللي هو الرئيس ديال هذا سميتو، وكنشكروا الحكومه ديالتنا. وهذا حنا في اطار هذا البرنامج، يعني هذه السنه كيبان لي بان الاجواء زوينه وغاديه. وحنا كل مره كيكون تنشيط في مكان من الاماكن العموميه داخل المدينه، كنشوفوا بان كاين رواج كثير، كاينين الناس كثار، وهاد التنشيط وهاد الشيء اللي كاين، يعني كلشي باغي، كلشي ناشط، كبار صغار وليدات شيوخ. باش يوصلكم جديد ديال اسفي الان، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.